الأصحاح الخامس عشر. وكان جباة الضرائب والخاطئون يدنون من يسوع ليسمعوه، فقال الفريسيون ومعلمو الشريعة متذمرين: هذا الرجل يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل: من منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها، لا يترك 99 في البرية ليبحث عن الخروف الضائع حتى يجده، فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا، ورجع إلى البيت ودعا أصدقاءه وجيرانه وقال لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من الفرح 99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. بل أية امرأة إذا كان لها 10 دراهم فأضاعت درهما واحدا، لا تشعل السراج وتكنس البيت وتبحث عن هذا الدرهم جيدا حتى تجده، فإذا وجدته دعت صديقاتها وجاراتها وقالت: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم هكذا يفرح ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال يسوع: كان لرجل ابنان، فقال له الأصغر: يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. فقسم لهما أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل ما يملك وسافر إلى بلاد بعيدة، وهناك بدد ماله في العيش بلا حساب. فلما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق، فلجأ إلى العمل عند رجل من أهل تلك البلاد، فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يشبع من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير عند أبي يفضل عنه الطعام وأنا هنا أموت من الجوع؟ سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فعاملني كأجير عندك. فقام ورجع إلى أبيه، فرآه أبوه قادما من بعيد، فأشفق عليه وأسرع إليه يعانقه ويقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لخدمه: أسرعوا هاتوا أفخر ثوب وألبسوه، وضعوا خاتما في إصبعه وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فأخذوا يفرحون. وكان الابن الأكبر في الحقل، فلما رجع واقترب من البيت سمع صوت الغناء والرقص، فدعا أحد الخدم وسأله: ما الخبر؟ فأجابه: رجع أخوك سالما، فذبح أبوك العجل المسمن. فغضب ورفض أن يدخل، فخرج إليه أبوه يرجو منه أن يدخل، فقال لأبيه: خدمتك كل هذه السنين وما عصيت لك أمرا، فما أعطيتني جديا واحدا لأفرح به مع أصحابي، ولكن لما رجع ابنك هذا بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت العجل المسمن. فأجابه أبوه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي فهو لك، ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد،